بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي، معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية، الصف الدراسي ثالث تأهيلي، الفصل الدراسي الأول، المادة التربية الفنية. عنوان درسنا لهذا اليوم: الظل والنور. المجال المستهدف الفني، المجال المساند الحركي الدقيق. الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الظل والنور في الرسم. الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة الفرق بين الظل والنور. أن يرسم الطالب والطالبة الظل والنور باستخدام ألوان الباستيل. أيضا أن يلون الطالب والطالبة التكوين مع إمكانية استخدام الإصبع. قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي: أولا، أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها. ثانيا، أستمع للدرس بتركيز. ثالثا، أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص. طيب طلابي، نرى هنا في الشاشة، نرى هنا صديقتنا سارة. الطالبة سارة لدينا هنا تخرجت من المرحلة التأهيلية. بعد التخرج قررت سارة تعلم فن الظل والنور في الرسم. إلى أين توجهت سارة؟ توجهت سارة للمعهد ووجدت معلمة فنون الرسم اللي هي المعلمة هند. قالت لها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت عليها المعلمة هند: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت سارة المعلمة هند: ماذا يمكن أن أتعلم عن الظل والنور في الرسم؟ ماذا أجابتها المعلمة هند؟ قالت لها: أولا سوف نتعلم اللي هو الظل. ما هو الظل؟ يخلق الظل من النور أو الضوء. فعندما يسلط الضوء مثل ما نرى هنا في الصورة على جسم معتم، ماذا يحدث له؟ على هذا السطح نتيجة حجب ماذا؟ نتيجة حجم الجسم للضوء. إذا نرى هنا ماذا نرى؟ نرى هنا الضوء ونرى هنا ماذا؟ الظل. أحسنتم. إذا الظل دائما يكون في الأسفل والنور دائما يكون في الأعلى. طيب أيضا سنتعرف على ماذا؟ اللي هو النور. النور ماذا هو النور؟ هو ضوء ماذا؟ مباشر من مصدر ضوئي مثل ما نرى هنا في الصورة. لدينا هنا هذا هو المصدر الضوئي، ويكون بشكل أمامي أو جانبي أو خلفي. إذا النور دائما يأتينا من الأعلى. أحسنتم. طيب لدينا هنا سوف تخبرنا المعلمة هند عن أهمية الظل والنور في الرسم. أهميته يعطي للرسم واقعية أكثر. إذا نرى هنا هذه الدائرة أصبح شكلها واقعي باستخدام تقنية الظل والنور. نرى هنا في الأعلى لدينا هنا اللي هي زاوية النور، ولدينا هنا زاوية الظل. أحسنتم. إذا أهميته أن يعطينا للرسمة واقعية أكثر. طيب نرى هنا هذه الرسمة مرسومة بتقنية الظل والنور. النور من الأعلى والظل من الأسفل. طيب هنا لدينا هنا بدون تظليل، فأصبح شكلها ماذا؟ أصبح شكلها معتم وغير واقعي. إذا الظل والنور ساعدنا أن تكون الرسمة واقعية أكثر. ولدينا هنا بدون ظل ونور، فأصبحت لدينا معتمة وغير واقعية. طيب طلابي، نرى هنا هذه مثال لزاوية النور أو زاوية الضوء، تأتينا دائما من الأعلى أو بشكل جانبي أو من الخلف. إذا هنا في هذه الرسمة لدينا مصدر الضوء من الأعلى، فأصبح لدينا مصدر الظل، فأصبح لدينا الظل أين؟ في الأسفل. أحسنتم. إذا لدينا هنا مصدر الضوء من الأعلى، فأصبح لدينا الظل في الأسفل، فأصبحت هذه الدائرة واقعية أكثر. طيب طلابي، ننظر هنا إلى هذه الكيوي. أين هي زوايا النور والظل في هذه الرسمة؟ نستخرجها الآن مع المعلمة. لدينا هنا هذه هي زاوية النور، يكون اللون فيها فاتح، ولدينا هنا زاوية الظل
تكون في الجهة اللي هي السفلى بتكون أغمق بقليل من العليا مثل ما نرى هنا في هذه الرسمة. فأصبح شكل هذه الكيوي واقعي أكثر. إذن لدينا في الأعلى زاوية الضوء وفي الأسفل اللي هي زاوية الظل. طيب نرى هنا أيضا في هذه الرسمة طلابي، ننظر للشاشة أين هي زاوية النور والظل في هذه الرسمة. لدينا في الأعلى اللي هي زاوية النور يكون اللون فاتح، أحسنتم. وفي الأسفل لدينا اللي هي زاوية الظل فيكون لدينا أغمق بقليل من الفاتح. فأصبحت لدينا هنا هذه الطماطم شكلها واقعي أكثر. طيب لو ما استخدمنا اللي هي تقنية الظل والنور كيف راح يكون شكلها؟ نرى الآن هنا مع المعلمة. أولا سوف نستخرج اللي هي الطماطم اللي رسمناها أو لوناها بتقنية الظل والنور. لدينا هنا الرسمة الأولى وهنا لدينا الرسمة الثانية. الرسمة الثانية نراها معتمة فقط باللون الأحمر، ولدينا هنا في هذه الرسمة لون فاتح ولون غامق. إذن أين هي الرسمة اللي لوناها بتقنية الظل والنور؟ أحسنتم، إجابة صحيحة. إذن لدينا هنا اللي هي الطماطم لوناها بتقنية الظل والنور، في الأعلى لدينا هنا اللي هو اللون الفاتح، وفي الأسفل اللي هو الظل اللي هو يكون أغمق بقليل. طيب طلابي نرى هنا هذه المانجو، نرى هنا أين هي زوايا الظل والنور في هذه الرسمة. نرى هنا في الأعلى اللي هي زاوية النور، وفي الأسفل لدينا اللي هي زاوية الظل. طيب ننظر هنا أيضا في هذه الرسمة هي نفسها اللي هي المانجو، ذكرنا في الأعلى تكون زاوية النور وفي الأسفل زاوية الظل، فأصبحت لدينا واقعية أكثر. طيب هذه المانجو لوناها بتقنية ماذا؟ الظل والنور؟ أحسنتم، شكلها معتم. إذن هذه هي الرسمة اللي لوناها بتقنية الظل والنور، وهذه كان شكلها معتم وشكلها غير واقعي. طيب أيضا طلابي، طيب الآن طلابي لدينا تطبيق عملي. ذكرنا سابقا في دائرة الألوان اللي هو الأحمر دائما يقابله اللي هو في التظليل اللي هو اللون الأخضر. إذا الأحمر هو الجزء المعتم والأخضر هو جزء النور. سوف نستخدم الآن هذه التقنية في تلوين هذه الوردة اللي نراها هنا أمامنا. إذا رسمت هنا وردة، سوف أستخدم اللي هي ألوان الباستيل. لدينا هنا اللي هو الطبشوري ولدينا هنا الزيتي، لكن سوف نستخدم هذه الألوان اللي هي الطبشورية على هذا الورق. في البداية اخترنا الألوان اللي هي كانت الأحمر والأخضر. في البداية نأخذ هذا اللون ونبدأ التلوين بهذه الطريقة. ذكرنا الأحمر سوف يكون اللي هو زوايا الظل، الظل دائما يكون في الأسفل بهذه الطريقة. نلون الوردة على أطراف الرسمة بهذا الشكل، نحاول يكون داخل إطار الرسمة اللي إحنا رسمناها بهذا الشكل. لوننا اللون الأحمر في الجزء الأول بهذه الطريقة. طيب لدينا هنا أيضا الجزء الثاني. الألوان اللي معاي اسمها ألوان باستيل النوع طبشوري، موجودة في أغلب المكتبات بأسعار مناسبة بهذه الطريقة. طلابي حاول يكون داخل حدود الرسمة اللي سويناها أو اللي رسمناها بهذه الطريقة. طيب نروح الجزء الثالث من اللي هو الوردة، أيضا نلونها في الأسفل يكون اللون الأحمر اللي هو الظل بهذه الطريقة. ليش اخترنا الأحمر والأخضر؟ لأنهم متقابلين اللي هو في دائرة الألوان، وقاعدة اللي هي دائرة الألوان ثابتة. الجزء الأخير نلونه أيضا طلابي بهذا الشكل. طبعا تشوفون ألوان طبشورية زي الطباشير حقة السبورة.
لكن هذه نستخدمها على الورق. إذا حاولنا نلون أجزاء الوردة كاملة. الآن نأخذ اللي هو لدينا اللون الأخضر اللي هو راح يكون اللي هو زاوية النور، راح يكون فقط في الأعلى بهذا الشكل. نحاول ما نطلع عن حدود الرسمة. أيضا الجزء الثاني وهنا الجزء الأخير وهنا أيضا آخر جزء لدينا. طيب راح نضيف اللون الأصفر فقط إضافة من عندنا، نضعه في الوسط بهذا الشكل. طيب الآن ماذا سنفعل؟ نترك الوردة هكذا أو ندمجها؟ سوف ندمج اللي هي الألوان مع بعضها، ليندمج لدينا اللي هي زاوية الظل والنور مع بعضها باستخدام الأصبع بهذه الطريقة. ليصبح لدينا وردة ملونة بتقنية اللي هو ماذا؟ تقنية الظل والنور في الرسم. لدينا هنا جزء ما قبل الأخير، نحاول يكون دمجنا داخل أطراف الوردة بهذه الطريقة. وأصبحت لدينا وردة اللي هو لوناها بتقنية الظل والنور باستخدام اللون الأحمر اللي هو كان للظل، واللون الأخضر اللي هو لزاوية النور بهذه الطريقة. فأصبحت لدينا وردة مرسومة أو ملونة بتقنية الظل والنور في الرسم باستخدام اللون الأخضر والأحمر اللي هو من الدائرة اللونية. طلابي وطالباتي، انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم. التوصيات: التركيز على رفع مستوى الدافعية، كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه، المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا. انتهى درسنا لهذا اليوم، كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري، أراكم بإذن الله في الدرس القادم، مع السلامة.